أهلا بكم في محورنا الثاني. انطلقت أمس أول رحلة لمجموعة من الفلسطينيين من مطار رامون تمناع في الأراضي المحتلة دون اللجوء للسفر إلى الأردن. تفاصيل هذا الموضوع، السماح للسفر للفلسطينيين عبر هذا المطار، وناقشها مع ضيوفي الأستاذ سميح المعيطل الوزير الأسبق. معليك مساء الخير، أهلا بك. وسينضم إلينا بعد لحظات عضو مجلس النواب الأستاذ خليل عطية، وأرحب أيضا من فلسطين بالمحلل السياسي الأستاذ علاء رماوي. أستاذ علاء مساء الخير. أستاذ علاء سينضم إلينا خلال لحظات. أرحب واسمح لي معليك أن أرحب بموسى رحال الناطق إعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية. أستاذ موسى مساء الخير. مساء الخير، تحياتي إلى كل جميع المتابعين. أستاذ موسى أهلا بك. تساؤلات كبيرة حول موضوع مطار رامون تمناع والسماح للفلسطينيين بالسفر عبر هذا المطار دون السفر إلى الأردن. وجهة نظركم في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية؟ يعني هو في سياسة، في سياق سياسة الفصل العنصري، هو من طرف واحد الإجراءات اللي بتتم من قبل الاحتلال هدفها تشتيت الجهد الفلسطيني، والأساس تحقيق دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، وخاصة عندما نتحدث عن إجراءات بقوم فيها الاحتلال بداعي إنها تسهيلات على السفر للمواطن الفلسطيني، كان الأولى التزام بالاتفاقيات الدولية وتسليم مطار القدس الدولي كونه بقاع بحدود 67 للفلسطينيين ليدار لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني. إجراءات تمت تدمير مطار غزة الدولي، أيضا يمنع إعادة بناء هذا المطار. هناك تعنت بعدم إنشاء مطار في الضفة الغربية لخدمة الفلسطينيين، وهي واضحة. الإجراءات اللي بتتم على معبر الكرامة من تضييق الخناق وتعطيل سفر المواطن الفلسطيني أيضا تأتي في سياق الضغط على المواطن وتوجيهه لاستخدام مطار رامون اللي هو مصلحة إسرائيلية فقط وليس لمصلحة المسافر الفلسطيني كونه مصلحة اقتصادية، أيضا بمس بالسيادة الفلسطينية وهو له بعد إقليمي بتعلق بالتطبيع مع الاحتلال. إحنا كفلسطينيين موقفنا واضح، هناك مناشدات للمواطن الفلسطيني بعدم استخدام هذا المطار كونه في بعد وطني في مصلحة عامة قبل المصلحة الخاصة. ما يتم من إجراءات في سياق من جانب واحد من قبل الاحتلال هي محو لفكرة الدولة الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة على تراب الوطن الفلسطيني. هناك إجراءات أستاذ موسى للتعامل مع هذا المطار، هل سيكون هناك يعني وقف أو منع للفلسطينيين من السفر عبر هذا المطار مثلا من السلطة الفلسطينية؟ لم يصدر أي تصريحات بهذا الخصوص. المواطن الفلسطيني من حقه يسافر عن أي مطار فلسطيني بإدارة فلسطينية بأي وسيلة نقل برتئيها كباقي شعوب الأرض الآخرين. هناك مستوى لكن أستاذ موسى اسمح لي. أنت ذكرت في مطلع حديثك أن السلطة ترفض هذا المطار وتعتبره جزء من طمس الهوية الفلسطينية والحديث عن تسهيلات للفلسطينيين هنا وهناك، صحيح؟ لكن لا يوجد موقف اليوم إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد أن توقف التعامل مع هذا المطار جملة وتفصيلا، لماذا لا تمنع سفر الفلسطينيين عبر هذا المطار منه وإليه حتى يعني تفشل مشروع الاحتلال؟ أنا هذا سؤالي. يعني مسألة إجبار المواطن على عدم استخدام هذا المطار يعني صعبة، كون هناك فلسطين تخضع لتقسيمات إدارية ضمن مناطق ألف وباء وجيم، هناك مصلحة للمواطن الفلسطيني أهمها أنه يسهل إجراءاته من خلال توفير كافة الظروف المناسبة. معبر الكرامة، إذا نتحدث عن معبر الكرامة، المعيقات الأساس بتكون من قبل الاحتلال، السلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر. لكن أستاذ موسى خلال الفترة الماضية تحديدا، اسمح لي أنا أقاطعك في هذا الإطار، تفضل. خلال الفترة الماضية كان هناك تعنت من قبل الاحتلال في التعامل مع المسافرين عبر المعابر الأردنية المختلفة لدفع الفلسطينيين لاستخدام هذا المطار، والجميع وقف يتفرج أمام هذه الطريقة للتعامل معها الاحتلال دون أن يحرك ساكنا. واليوم المطار افتتح ونتحدث أن لا نملك من أمرنا شيئا لنمنع
استخدام هذا المطار وإفشال هذا المشروع الاحتلالي، وتتحدث أنت عن تسهيلات والاحتلال منح تسهيلات عديدة عبر هذا المطار. يعني أنا ما بقارن التسهيلات اللي بتصير على معبر على مطار رمون كونها هي في سياق وهم الاحتلال، إنه تسهيل إجراءات المواطن الفلسطيني، هناك في رسوم قليلة، هناك في إجراءات سهلة. كيف نتحدث عن إجراءات سهلة؟ المطار بعد 400 كيلو متر عن محافظات ضفة، إجراءات أو وقت السفر راح يكون وفرة طويلة، إجراءات مقيدة. البدير معبر أو على الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر الكرامة، هو نفسه اللي راح يكون البدير في مطار رمون، يخفف الإجراءات في معبر الكرامة اللي هي سبب إعاقة للمواطن الفلسطيني، سواء إرهاق بالوقت والجهد والتكاليف وهو سبب رئيسي. كيف تفسير وجود 10 حافلات و15 حافلة من لدى الأشقاء بالأردن أنجزت معاملاتها وتنتظر لدى الجانب الإسرائيلي، بالمقابل من استراحة أريحة للجانب الإسرائيلي كمان في 10 حافلات و15 حافلة تنتظر من أجل عبورها في المنطقة الوسطى اللي هي بديرها الاحتلال؟ سببها فقط الإعاقة بحجج أمنية واهية، تعطيل المواطنين وأيضا إجراءات مشددة. هذه طيب. هي هم المواطن الفلسطيني. إذا بنتحدث ما يحصل باستراحة هناك في تسهيلات وإجراءات سهلة لدى الأشقاء الأردنيين، في بعد تاريخي، بعد جغرافي، علاقات ما بقصر باتجاه الفلسطينيين، هناك مواقف مشرفة أستاذ موسى رحال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أشكرك كل الشكر، وأن تؤكد على أن الجانب الأردني هو من يسهل، وهذه حقيقة، لكن الأزمة في الجانب الآخر، جانب الاحتلال، وهذا الاحتلال يسهل سيسهل السفر عبر مطار رمون تمنع لي، يشجع الفلسطينيين السفر عبره بدلا من استخدام المعابر. أستاذ حسين أهلا بك، حياك الله في حضورك، وأسمع رأيك بما سمعت أستاذ سميح. واليوم هذا تعامل واضح من قبل الاحتلال، تعطيل العمل على المعابر الأردنية خلال الفترات الماضية، تكديس الناس، زيادة الإرهاق والتعب أيام، ومن ثم يفتتح المطار ليسهل على الناس مهمة استخدام هذا المطار وإنجاحه رغم الرفض الأردني الشديد اتجاه هذا الموضوع. أولا مساء الخير لحضرتك، وبشرف أكون مع أخونا الكبير. أنا الشرف معك والله سيدي، الله يخليك معي. خلينا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. هذا فعل سياسي إسرائيلي اللي بيجري، مش إجراءات. والأخ الكريم اللي من السلطة هذا ناطق باسم وزارة ربما يتحدث بصلاحياته، لكن الفعل الذي جرى هو إجراء سياسي. احنا بنتذكر بصفقة القرن وخلال زيارة بايدن كان حديث عن إجراءات اقتصادية تسهيلية تمنح للسلطة الفلسطينية مقابل التغاضي أو إبعاد القدس السياسية الوطنية الفلسطينية من دولة وحق عودة وقضايا أساسية للشعب الفلسطيني. الذي يجري ليس إجراء يخص السفر، الذي يجري هو جزء من سياق إسرائيلي تم التوافق فيه مع السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية شريك، وأنا ما بقول كلام اعتباطي، اقرأ ما الذي كتب اليوم. ولقاء وزير الدفاع الإسرائيلي لما التقى برئيس السلطة في شهر 7 الماضي تم الاتفاق على هذا الموضوع على تنفيذه، بمعنى السلطة ليست طرف. حتى كلام الأستاذ الناطق بس بيقول لك أنه ما بنقدر نمنع الناس، السلطة الفلسطينية ضبطت الضفة الغربية ومنعت طلقة تخرج باتجاه الاحتلال خلال كل السنوات الماضية. ما بتقدر تمنع فلسطيني أو شخص يروح يسافر عن طريق مطار رامون، شايف؟ تستطيع. والسلطة الفلسطينية أوقفت كل عمل المقاومة بالضفة الغربية، لكن ما بتقدر تمنع واحد رايح. المكاتب السياحة التي تسمح بالتسفير، اللي بدأت تشتغل بتسفير الناس عبر مطار رامون، هي مكاتب تأخذ ترخيصها من السلطة الفلسطينية. أنا بقول لك بعيدا عن السياسة، نحن ما بنمثل جهة رسمية ولا شيء، أنا بقول لك هذا الفعل سياسي من السلطة الفلسطينية بالتوافق مع إسرائيل، والضرر مباشر على الدولة الأردنية. والسلطة الفلسطينية تفعل هذا الشيء وتقدم خدمة كبيرة لإسرائيل. إسرائيل بشهر 7 ضيقت على كل فلسطيني نازل على الجسر. نعم صحيح. كانت ومنعت، وكان الأردني بذل جهد. نعم. مشان الناس يتضايقوا بالموضوع زي ما قال لك في تسهيلات. أنا هاي القصة اليوم بسمع بعض الناس بقول لك فيه فرق، السفر على الأردن بيكلف مثلا 400 دينار، هناك بيكلف 200 دينار. بس أنا هذا العدو اللي مبارح كان يقصف غزة،
في بعد وطني بالقصة. صحيح. أنا كيف بقدم خدمة لمطار معطل من سنتين في إسرائيل ما في شغل وبشغله، وإسرائيل تريد أن تربط الفلسطيني حركته وتنقله وسفره تربطها من خلال مطار إسرائيلي. هذه الجسور مفتوحة من 55 سنة يا سيدي بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وتقدم خدمة لأشقائنا بالشعب الفلسطيني. وأنا لما بقول اليوم ما بحكي عن الشعب الفلسطيني، أنا بحكي عن سلطة فلسطينية. الشعب الفلسطيني على رؤوسنا وإلهم كل التقدير، لكن السلطة متواطئة في هذا القرار من حيث الاتفاق ومن حيث التنفيذ، وهي معنية فيه بشكل أساسي. إحنا بالأردن بنقول هذا البلد والملك عبد الله تحديدا واقف زي الرمح، لا واقف زي الرمح بظهر محمود عباس. كل العالم العربي ودول عديدة بالعالم العربي لا تتحدث معه، كلهم يهمشوا يتجاهلوا. جلالة الملك يوم اجتماع النقب وكنا عندك في هذا المكان لما كانوا مجتمعين مع إسرائيل، حمل حاله طلع على رام الله حتى يقول لا تعاون. نعم، بدون الفلسطينيين وبدون سلام يعطي للفلسطينيين حقوقه لا يستحق الأردن من السلطة الفلسطينية. هذا رد الجميل. صحيح. من السلطة الفلسطينية. صحيح. السلطة الفلسطينية تتعامل بعقلية التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولا تتعامل بعقلية رد الجميل للدولة الأردنية وإلحاق الضرر. أنا مش اقتصادي بس أنت أكيد قرأته، وأخونا الكبير أبو حسين قديش كان في ضرر شركات الطيران، الفنادق، التكاسي، اقتصاد كبير سيتضرر من هذا، ومن سيستفيد هو الاحتلال. هذه خطوة سياسية، ليس فلسطيني طالع من باب داره بيقول أنا بدي أروح عن طريق الجسر ولا عرامون، لا، إسرائيل بدها تأخذ الفلسطينيين وتربطهم بها وبكرة تتحكم. اليوم بيسميها أخونا تسهيلات بس بكرة برجع التضييق. إحنا بنقول علينا أن ندرك أن هذا الفعل السياسي الذي هو جزء من النظرة الأمريكية لإدارة الصراع، لإدارة القضية الفلسطينية، تحييد العامل السياسي والحقوق الوطنية الفلسطينية مقابل تسهيلات اقتصادية تمنح للفلسطينيين، هذا جزء منها. هذا أمر خطير. على السلطة الفلسطينية أن تمنع تشغيل مطار رامون، ولا حجة عليها أن تمنعه. ما بتقول أنا ما بقدر، هي لا تريد، وزي ما قلت لك سلطة منعت طلقة تطلع من الضفة على إسرائيل، ما لا حجة أن تمنع مسافر حامل شنطته يروح على رامون ويجي على بالطريق بالحدود الأردني. وأذكرك بس آخر جملة أن هذه الجسور كانت من 67 خدمة للأشقاء الفلسطينيين حتى ما تكون الضفة مغلقة وسجن كبير لأشقائنا وهم تحت الاحتلال. يعني اسمع رأيك بعد الكلام الرائع اللي حكاه أستاذنا ومعالي، يعني الرائع اللي يعبر فعلا عن ضمير وطني. شو بدنا نحكي، لم يصدر عن أخواننا الذين نحترمهم في السلطة الوطنية أي بيان رسمي في هذا الموضوع، لم يصدر لغاية الآن. وأيضا حكومتنا برضو لم يصدر عنها أي بيان، يعني هذا دليل أنه في إشي يا أخي متفق عليه. وإحنا بناء على ذلك أنا مارست حقي كنائب وبعثت أسئلة للحكومة بهذا الموضوع، لا تصريح رسمي من عنا ولا تصريح من أخواننا الفلسطينيين ولا أي تصريح رسمي يدين ويقف ضد هذا العمل المشؤوم. هذا استهداف حقيقي للأردن، استهداف حقيقي لاقتصاده. يا أخي معظم مليون مسافر سنوي أخ فلسطيني بيجي على الأردن وبسافر من خلال الأردن مليون، هدول بدك يروح عن طريق رامون، يعني معناها استهداف حقيقي للاقتصاد الأردني ولشركات الطيران الأردنية سواء الملكية أو الشركات الخاصة الأردنية اللي بتخدم أهلنا في فلسطين. وهذا ينسجم أيضا مع التعقيدات وتسكير المعابر بساعات محددة حتى الأخ الفلسطيني اللي قادم من خلال الجسر يضطر إنه يسافر عبر هذا المطار اللي يخالف اتفاقية السلام. يعني قبل ما أجي أنا يعني بناء على مكالمة وعرفت إن بدي أطلع معكم قلت خليني أشوف اتفاقية السلام شو بتقول، ومن الناس اللي يعني وقعوا عليها، فبقول لي هذا انتهاك واضح لاتفاقية السلام. وكانوا متفقين إنه يكون في مطار مشترك، وكان إذا بتتذكروا حتى تم إغلاق مطار إيلات بالسابق نتيجة الاحتجاج الأردن. ليش السكوت الحكومي؟ أنا مش عارف ليش عارف، لأنه وإشي بضر اقتصادنا الوطني الأردني، وهذا يعني علامة استفهام. وأنا بناء على ذلك اليوم وجهت مجموعة من الأسئلة، وأنا أتوقع يعني إلي الشرف أني أنا أول من أثار هذا الموضوع الحساس. وبعد الكلام الرائع اللي حكى أستاذنا يعني ما ظل كلام، يعني بي 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 باختصار لكن ماذا نملك أبو حسين؟ معلش اسمح لي أملك أنا كنائب. لا بعد الفاصل بسمع منك. ماذا نملك لمواجهة هذا التعامل السياسي البحث من قبل الاحتلال
والسكوت اخواننا الفلسطينيين، المس بالاقتصاد الاردني، المس بالسياده الاردنيه، المس بمعاهده السلام. ماذا سنفعل بعد فاصل قصير؟ نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، وتوقفت معك ابو حسين. ماذا نملك؟ ماذا نملك؟ انه مفروض اخواننا بالسلطه الوطنيه الفلسطينيه يمنعوا اهلنا في فلسطين من استخدام هذا المطار. وانا برايي في نقطه حساسه اخرى، الاخوان الاتراك، انا برايي انه في اتفاق بين اخواننا الاتراك والاسرائيليين على انه هذا يعني كل السفر يكون من خلال هذا المطار. والمفروض انه احنا يعني تركيا المسلمه المفروض انها ما تساعد في هذا الاختراق الخطير للسياسي اللي حكى عنه أستاذنا، والاقتصاد الذي يضرب بالاقتصاد الأردني. ذكرت جملة تفاصيل أبو حسين في موضوع السماح لحملة الجواز الفلسطيني دخول الأراضي الفلسطينية، تسهيلات تفتيش يعني 48 ساعة سنستعرضها وهي منتشرة، لكن لم نتحقق من دقتها. لا دقيقة جدا، أنا من مصادر موجود أنه في اتفاق تركي إسرائيلي في هذا الموضوع يعني خطير. يعني المفروض يعني إخوان الأتراك اللي إحنا منعول عليهم الكثير في هذا المجال، إضافة قبرص، جورجيا، أوروبا، كل شرم الشيخ ودبي على جدول الرحلات من خلال هذا المطار. يعني خطير، الوضع خطير جدا، يمس اقتصادنا، يمس يعني اهلنا في فلسطين اللي يعني من خلال هذه الاذاعه المحترمه الفضائيه المحترمه الا يستخدموا هذا المطار. واحنا برضو رساله لنا كاردن، مفروض نسهل كل الاجراءات اخواننا الفلسطينيين اللي بمروا من خلال معابرنا. يعني مفروض اعطائهم تسهيلات. وانا قبل فتره كنت وزير الداخليه للامانه مهتم في هذا الموضوع، وكان يعني بحاول يسوي اجراءات، لانه انا اجانب زار المعبر اكثر من برا. نعم صحيح، صباحا، نعم صحيح، ظهرا، نعم صحيح، مساء، يحاول تسهيل حتى يعني كلام عبر هذا المعبر مباشر بينه وبينه. اهتمامه الشديد بانه فعلا يتم تسهيل على اخواننا الفلسطينيين اللي بغادروا من عندنا او بيجوا. ولكن يعني انا برايي انه هذه مؤامره مستهدفه للاردن، لاقتصاد الاردن، وزياده التطبيع وخدمه للكيان الصهيوني. اسمح لي عليك، بدي انتقل لعلاء الرماوي المحلل السياسي موجود معنا من فلسطين. استاذ علاء مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافيه ولضيوفك الكرام جميعا وللمشاهدين ايضا. استاذ علاء، هذا المطار تشغيله في هذا التوقيت، التعامل مع هذا المطار وكانه امر واقع، عدم وجود موقف سياسي واضح رافض لتشغيل هذا المطار الذي كان متوقف منذ عامين، تجاوزوا للأردن ودور الأردن في التعامل مع هذا الملف، كل ذلك مثار تساؤل، لماذا يتم تسهيل عمل ما هذا المطار، ولماذا يسمح للفلسطينيين بالسفر من خلاله؟ إذا ما كنا صريحين، هذا تطبيع، هذا زيادة من السلطة، من سلطة احتلال الفلسطينيين. نعم، هو تساؤل مهم في توقيت مهم وحساس للغاية. نحن أمام حركة إسرائيلية متسارعة تقفز عن كل التفاهمات المتعلقة بأوسلو، وهي بذلك تنهي البقايا المتعلقة بالدور الخدمات التي تقوم به السلطة الفلسطينية. المطار هو جزء من سلسلة بدأ الاحتلال بتحقيقها، يسحب صلاحيات السلطة في مدارس القدس وينهي ذلك. يبدأ الحديث الآن عن دور الإدارة المدنية بشكل واسع ومتسع، ينهي الدور الاقتصادي للسلطة الفلسطينية عبر السيطرة على المقاصة، ثم يأتي الآن موضوع المعابر والذي يشكل أيضا ضربة للغطاء السياسي الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينية. وهذا الموضوع أنا برأيي يحتاج اتجاهين، الأول يتعلق بالأردن والآخر يتعلق بالسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية والأردن يجب أن يكون هناك موقفا مشتركا في قضايا التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، في القضايا التي تخص الفلسطينيين والأردنيين، وأيضا جغرافية التحرك لتحقيق متانة العلاقة والقوة السياسية الباقية أصلا لحماية المقدسات وحماية أيضا حركة النضال الوطني الفلسطيني. البعد الآخر، أنا برأيي هناك قناعة لدى الشعب الفلسطيني بأن الذهاب باتجاه الاحتلال ليس محبذا ولا هناك توجه، لكن أيضا على السلطة الفلسطينية أن تتخذ إجراءات كان الأصل أن تتخذها سابقا بمنع السفر من بن غوريون على سبيل المثال. يعني غير معقول أن نسمح للطبقة المخملية بالسفر عبر بن غوريون ونأتي للمواطن الفلسطيني وأن نقول له هذا تطبيع، بمعنى يجب أن نأخذ رزمة التطبيع رزمة واحدة. البعد الثالث أنا برأيي هو موضوع يحتاج إلى إعادة ترتيب
قاعدة مهمة في القناعة لدى المواطن الفلسطيني بأن البعد الوطني تراكمي نصل حد ملفات السفر. في الجانب الأردني وأنا سمعت الآن ضيفك الكريم يتحدث بإيجابية عالية، أنا أهمس في يد إخواننا في أذن إخواننا الأردنيين، المعابر يعني جسر الملك حسين يجب أن يعاد ترميمه بشكل حقيقي، يجب أن يكون هناك رفع لمسؤولية شكل التعاطي مع المسافر، وهذا موضوع يحتاج إلى نقاش، وأنا كتبت عن هذا الموضوع وتمنى على الأشقاء أن يسرعوا بشكل كبير لإعادة معالجة بعض القضايا التي أصبحت مناط شكوى حقيقية، لأنه نحن كفلسطينيين الآن أمام محط مهم في التحولات التي تصنع إسرائيليا، نحن والأردنيين هناك مسألة تتعلق بالسيادة في الرؤية السياسية، وهذا يحتاج إلى موقف. في الجانب الآخر وهو الجانب التركي، وأنا أستغرب حتى الساعة بأن الدبلوماسية التركية الفلسطينية والدبلوماسية الأردنية لم تبادر لخلق اتفاقيات مانعة لحركة الطيران التي يمكن أن تخرج من رمون. رمون هو مطار أصلا خلق للإسرائيليين لعاصمة السيبرية الإسرائيلية، هذا المشروع فشل إسرائيليا، وأيضا فيما تعلق حتى بالمساحات المقطوعة وشكل التعاطي الأمني مع بنية المطار هناك اختلالات ستقع على رأس الفلسطيني، لكن كما أسلفت نحن أمام حركة ضاغطة يجب أن تقوم بها الدبلوماسية الأردنية والفلسطينية. وللأسف أقول نحن تأخرنا كثيرا في الحديث مع التركي، خرجت قبل أيام يوم أمس الرحلة الأولى، وهي رحلة بالمناسبة أريد لها أن تأخذ بعدا سياسيا، لم ينجح الاحتلال بكل قوته إلا بإخراج 24 فلسطيني، معنى ذلك بأن هناك حالة التوجس والرفض كبيرة، لكن حتى ننجح في مواجهة السياسة الإسرائيلية هناك ثلاث خطوات يجب أن تؤخذ. البعد الأول هو معالجة القضايا التي أشرت إليها، وهذا يحتاج إلى وزارة الداخلية الأردنية أن تأخذ إجراء فوريا في تسهيل الدخول إلى الأردن وأيضا للمعابر وشكل أيضا إدارة ملف الخروج والدخول وغيره. البعد الآخر يتعلق بمكنة دبلوماسية تعالج الموضوع لدى الأتراك، وأنا دعني أبيح سرا وكما قلت أن الموضوع لا يتعلق بتركيا، للأسف هناك عواصم عربية ستستقبل للأسف طائرات ستخرج من رامون إلى محط تلك العواصم العربية، وهذا مفزع جدا. نحن أمام ضرب البنية التلاصقية والأخوية العميقة ما بين الفلسطينيين والأردن، هناك من يريد أن يبعد الأردن عن واجهة القرار والتوجهات السياسية فيما تعلق بالقضية الفلسطينية، هناك من يلعب في ملف السيادة في القدس وما تعلق بالوصاية، وهناك أيضا من يلعب للأسف في إحداثيات العلاقة الأردنية الفلسطينية، هذا موضوع خطير للغاية. وأنا قلت عبر رؤية أكثر من مرة بأن الحالة الفلسطينية جغرافيا وقناعيا وأخوية وما تعلق بالأبعاد المتعلقة بالبعد النفسي، نحن جسم وشعب نؤمن على الأقل بأن المصير واحد ومشترك وأن العدو واحد ومشترك، وهذا يحتاج إلى تعزيز ما كانت عليه الدبلوماسية الأردنية والسياسة الأردنية المحتضنة والمؤطرة لعمل مشترك يجعل ذلك سدا منيعا أمام الاحتلال الإسرائيلي من تفتيت عرى العلاقة واللعب خارج مضامين وحدة العلاقة ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني. واضح سهل أسمع رأيك سيدي. أنا بدي أفصل، اليوم جلالة الملك في مصر أعاد التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وضرورة السعي لاستعادة هذه الحقوق، وعاد التأكيد على أنه كل المشاريع الاقتصادية الإقليمية يجب أن يكون الفلسطينيين شركاء. هذا موقف أردني تجاه فلسطين واضح ما له علاقة، لكن السلطة الفلسطينية لا يمكن، وأنا بدي أقول لك يا بصراحة كل اللي بنحكي قضايا فنية، القرار سياسي من السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية سياسيا وأسف بدي أستعمل تعبير شوي قاسي لا يمكن الوثوق بها. هذه السلطة هي التي كانت قياداتها في منظمة التحرير عندما قفزت من مركب الموفد المشترك وراحت على أوسلو وعملت مفاوضات سرية مع إسرائيل وجابت أوسلو اللي ما زال في مراحله الأولى، هاي المرحلة كان لازم تنتهي ب96. خلينا نعظم الإيجابيات تمام، نحب موضوع نعدو لوحدة ونعدو أبو حسين يعني السلبيات نتجاوزها إذا سمحت ونعمل إذا سمحت. ونعمل خليني أنا ما بحكي عن الشعب الفلسطيني، أنا بحكي عن إذا سمحت هذا القرار الذي اتخذ
تدرك تماما السلطة أنه مؤثر تلقى على حكم من رام الله، تأثيره السياسي على الأردن، تأثيره السياسي على دور الأردن بالقضية الفلسطينية. من اتخذ لا تجرؤ إسرائيل لأن تأخذ القرار لوحده، أخذ بالشراكة مع السلطة الفلسطينية. إذن الخطوة الأولى بالعمل أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرار سياسي بمنع السفر عبر هذا المطار. إذا لم تأخذ هذا القرار فإنها تؤكد أنها شريك في هذا الموضوع. اليوم أي طائرة بتطلع من إسرائيل ستهبط في أي مطار في العالم مسموح في الطائرات الإسرائيلية تهبط فيه. بدك تعد عواصم، عد في أمريكا، في العالم العربي، في أفريقيا كثير. ما دامت أنت سافرت من مطار إسرائيلي عنده هو علاقات واتفاقيات تذهب به بلاد. لكن اليوم الأردن بأزمة اقتصادية، شوف التوقيت، الأردن في أزمة اقتصادية يعاني منها. أنت بتيجي بهذا التوقيت وبتضيف عليه عبء اقتصادي وبتحرمه من موارد اقتصادية لقطاعه الخاص وللقطاع العام، هذا بعتقد هذا توقيت سيء جدا وتوقيت في قصد من الإسرائيليين. صحيح. وإذا الفلسطينيين سياسيا سواء بيعرفوا أو ما بيعرفوا السلطة الفلسطينية هم شركاء في هذا الموضوع. إذا بدنا نأخذ هذه أول رحلة كانت إلى قبرص، طبعا هذا مطار بيشتغل على مدار اليوم، إذا مشت ودارت العجلة أيام وراحت ودون اليوم بكرة الصبح لازم يطلع قرار فلسطيني بمنع الناس، ولا حجة إنه ولا الفلسطيني حر بروح وين ما بده. أنت دولة، أنت سلطة بس الأردن تقدر بدك موقف أردني، تمام، موقف أردني صحيح، يعني دراستين تمام، بس يعني وين وزارة الخارجية، خلينا عشان ما ناخدش الكلام بالاتجاه الثاني. احنا ونحكي واحنا بنعول على كل الفصائل الفلسطينية الموجودة بالضفة الغربية اللي موجودة تحت منظمة التحرير والفصائل اللي بغزة، حماس، الجهاز، أن تصدر موقف سياسي واضح بهذا الموضوع. صحيح. يعبر عن الشعب الفلسطيني. طيب. لأنه هذه مسألة مهمة، الأردن والسلطة وهي الطرف الأهم محلي. بالموضوع، الفصائل، الشعب الفلسطيني شعب قدم شهداء وقدم جرحى وناضل عمدى 100 سنة ضد قضيته، لا يجوز إلا أن يحمى بهذا الموضوع، وإنه أنت تساعده أم مش تتركه تقول له في تسهيلات وأنا أنت اختار كما تشاء. نحن أمام. طيب اسمح لي أبو حسين، بس قبل معي عبر الهاتف الأستاذة داليا قدورة ممثلة إحدى شركات الطيران الخاصة الأردنية. أستاذة داليا مساء الخير. مساء الورد. أستاذة داليا، تأثير هذا المطار على القطاع السياحي الأردني وشركات الطيران الأردنية. نعم، بداية أرى أن افتتاح مطار رامون سببه هو الفشل الاقتصادي لمطار رامون وكم الخسائر الكبرى التي تكبدها منذ التشغيل، والتي دفعت سلطات الاحتلال باتجاه محاولة استغلال المسافرين الفلسطينيين وتوجيههم طبعا للسفر عبر هذا المطار. كما أن الترويج للمطار يأتي في سياق مراوغة احتلالية لإظهار دولة الاحتلال أمام العالم بصورة طبعا حسنة، وبأنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين، وأعتبر هذه خطوة في غاية الخطورة وسيكون لها انعكاس مباشر على أشقائنا الفلسطينيين طبعا، وعلى العلاقة بالأشقاء الفلسطينيين والتواصل معهم من خلال حركة التنقل والسفر بين المناطق المحتلة والأردن. وستترك أيضا هذه الخطوة تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني بضرب أهم المرافق التي يستخدمها المسافرين بين الأردن وفلسطين ومنها إلى دول العالم عبر مطار الملكة عليا. طبعا عم بدخل على البلد بحدود 300 ألف مسافر من معبر الكرامة، ومن هدول 300 ألف 70% بيسافروا عبر المطارات الأردنية، وخلينا نحكي كمان من ضمن 70% أكثر من النصف بيطلعوا عن طريق شركات الطيران الأردنية والأخرى على شركات الطيران. طبعا دمار للشركات الأردنية. نعم طبعا. صحيح. هذا الذي يحدث الآن يسبب عجز لخزينة الدولة ويؤثر اقتصاديا بشكل كبير، لأنه سيتم خسارة أعداد كبيرة إذ لم يتم معالجة الخلل الرئيسي للمشكلة وحلها، وهناك سيكون أيضا تأثير كبير على شركات الطيران الأردنية. من خلال فضائية رؤية أوجه مطالب شركات الطيران مطالبنا للحكومة من تخفيف الكلفة على المسافر الفلسطيني، تحسين الخدمات، العمل على فتح المعابر على مدار الساعة، وخلينا نحكي بناء مطارات أخرى بديلة وقريبة وتسهيل السفر إلى الخارج. نعم، أشكرك كل الشكر أخت داليا قدورة. يعني تفضل. إحنا ما مناش غير، يعني أنا كنائب راح أضغط على الحكومة وتتبنى ذلك، أنه كل من يستعمل هذا المطار لا يدخل الأردن. أنا راح أتبنى ذلك، وحتى تصل رسالة لأخواننا الفلسطينيين أن من يستعمل هذا المطار بدوش يجعل الأردن، وهذا أحد الشغلات اللي يكون كذا. بالإضافة إلى أن مكاتب السياحة التي تتعامل مع هذا الموضوع
الفلسطينيين المفروض يتخذ إجراء قانوني بحقه. هذا المفروض إحنا يمنع التعامل معها. أنت تقول يوم سأدعو لمنع التعامل مع كل فلسطيني سافر واستخدم هذا المطار. يمنع من دخول الأردن. يمنع من دخول الأردن نعم، حتى يعرف أنه لا بيختار الأردن اللي طول عمره واقف مع فلسطين، لا بيختار الصهاينة المحتلين أرضه، هو حر. أما إحنا كأردنيين سوف أنا سأطالب بمنع كل أي إنسان بيستعمل هذا المطار ألا يدخل الأردن، ودبر راسه بعد المكاتب السياحية أيضا. هذا يعني أنت طب ليش استبقوا؟ يعني في شيء فعلا خطير، في مؤامرة خطيرة. ليش ما يعني ما شغلوا مطار قلنديا؟ يعني ليش السلطة هذا المطار الأردني اللي ما شغلوش؟ ليش ما شغلوا مطار غزة؟ هذه كلها مؤامرة فعلا يستهدف منها الأردن، ويجب إحنا كشعوب وكحكومات وكإعلام أن نقف اتجاه هذا القرار. إذا الحكومة بتضل ساكتة المفروض أنه إحنا نضغط على هذه الحكومة أن تتخذ إجراء بمنع أي إنسان بيستخدم هذا المطار من دخول الأردن. سيدي بدقيقة أرجوك، السلطة الفلسطينية لما بعض الدول العربية عقدت معاهدات مع إسرائيل هاجمتها وقطع، يعني في قطيعة بينهم. اليوم هي بتروح بخطوة تؤدي القضية الفلسطينية. اليوم أنت تقدم مبرر، ما دمت أنت صاحب القضية كسلطة، وأنا لا أقول الشعب الفلسطيني، بقول السلطة، ما دمت السلطة الفلسطينية هي تقوم بهذه الخطوات، أنت تفتح الأبواب لكل من يريد أن يذهب إلى إسرائيل. بقول لك يا عم هيو السلطة الفلسطينية هي بتعمل هيك، فلا تفتحوا أبوابا مغلقة. أنتوا هيك ليش زعلتوا قبل وهسا أنت اللي عامل؟ وأنا مرة بصر، هو اتفاق سياسي بين السلطة وإسرائيل على فتح المطار وعلى تشغيله، وهو يعني خلال الفترات الماضية خدمة لإسرائيل وربط للفلسطينيين بالنقل الإسرائيلي. فالموقف الفلسطيني من السلطة يجب أن لا ينتظر كثيرا أكثر من ساعات الصباحية. إحنا لازم نعتمد على حدا، نمنع أي واحد بدخل عندنا يقول عم يستعمل هذا المطار. بدي أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام، أستاذ سميح المعايطة، أستاذ خيل عطية، وأيضا أستاذ علاء الرماوي كنت معنا مباشرة أيضا من فلسطين. أشكرك كل الشكر.